لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. أهلا بكم. البداية من موقع الترا عراق، ونقرأ تقريرا للكاتب رامي الصالحي بعنوان ثلاثة أسباب وراء ارتفاع ظاهرة الطلاق في العراق، حيث يقول الكاتب: تتباين أرقام حالات الطلاق في العراق بين شهر وآخر، إلا أنها دائما ما تكون مرتفعة بشكل ملحوظ مقارنة بالأعوام السابقة، في وقت تختلف الأسباب التي تقف وراها هذا التصاعد، لكنها تذهب على الأغلب نحو الزواج المبكر، زواج القاصرات والبطالة جراء الأزمة الاقتصادية. وارتفعت حالات الطلاق في العراق خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، حيث وصلت إلى أكثر من 19 ألف حالة طلاق، وفقا للمركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، الذي أكد أيضا أن البلد بات يسجل 9 حالات طلاق في الساعة الواحدة. وجاءت بغداد أولا بعدد الحالات بواقع 6609، تلتها محافظة البصرة بالمرتبة الثانية حيث بلغت عدد الحالات 2429 حالة طلاق. أحمد مهودر وهو باحث اجتماعي يقول في حديث لألترا عراق إن الزواج المبكر هو أهم وأحد أبرز الأسباب التي تقف وراء ارتفاع أعداد الطلاق في العراق، مبيناً أن الأعمار الصغيرة دائماً ما تكون سبباً باندلاع مشكلات بسيطة تصل إلى الطلاق بين الزوجين، كونهما يفتقران إلى النضج المطلوب في تكوين العائلات. السبب الآخر الذي يشخصه هودر هو سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يحتل المركز الثاني بين الأسباب التي أسفرت عن ارتفاع نسب الطلاق وفقاً لمؤشرات المحاكم العراقية. أما السبب الثالث يكمن في الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العراق خلال السنوات الماضية، كون أن أغلب المشكلات الأسرية في المحاكم يعود سببها إلى افتقار الزوج إلى الإمكانيات المادية التي تحتاجها كل عائلة، وبالتالي تدفع هذه القضية الزوجين إلى الانفصال بعد عدم تحقيق الرغبات المالية بالنسبة للعائلات. ووفقاً لمهودر وفي هذا الصدد، يقول الخبير القانوني حيان الخياط في حديث لألترا عراق إن القانون العراقي غير مسؤول عن زيادة حالات الطلاق في العراق، كونه فقط ينظم الزواج والطلاق والمهر والنفقة وغيرها من هذه المواضيع. إلى صحيفة الوطن العمانية ومقال بعنوان فائض القوة والثروة للكاتب أحمد صبري، يقول فيه: على عكس ما يجري ويحدث في البلدان التي تسعى لتكريس ثروتها للبناء وسعادة شعبها، يبتكر العراق صيغة جديدة بتعاطيه مع سراق المال عبر طريقة سدد ما سرقته على دفعات وتفادى سيف القضاء. وما كشف أخيرا عن سرقة القرن البالغة نحو 3 مليارات دولار سرقها عراقي من أمانة خزينة من أمانات خزينة الدولة بطرق غير شرعية. بطل هذه الفضيحة الذي أطلق سراحه بعد تعهده بدفع المبلغ المذكور على دفعات مريحة وبتسوية أخرجته من وراء القضبان، متعهدا بإعادة بقية الأموال المنهوبة للخزينة، وغادر خارج العراق. وسرقة القرن هدد بطلها بكشف المستور في هذه الفضيحة ومن يقف وراءه وحمايته من الإفلات من العقاب، في تطور يشجع من أمثاله على التجاوز على أموال العراقيين التي باتت عرضة للتطاول عليها من قبل لصوص محترفين حولوا هذه الثروة إلى نقمة من فرط عمليات التجاوز على محرماتها. لم يشهد بلد هدرت أمواله وضاعت مثل العراق، فالأموال المهدورة والمنهوبة منذ احتلال العراق ولغاية سرقة العصر تقدر بأكثر من 950 مليار دولار من دون أن يلمس العراقيون تغيراً في حياتهم، ولم يسعدوا بتلك الأموال المتأتية من عوائد النفط. فتلك الأموال التي نتحدث عنها هي إما سرقت أو ذهبت إلى جيوب اللصوص بفعل الفساد والرشا على مشاريع وهمية، أو بفعل صفقات مشبوهة لقوى نافذة وجدت في حال عدم الاستقرار والفوضى التي عمت العراق بعد احتلاله
مناسبة للسطو على ثروات العراقيين من دون أن يتمكن الحريصون على هذه الأموال من حمايتها ووقف هدرها على مدى السنوات الماضية. واستناداً إلى ما تقدم، فإن من فتح الأبواب مشرعة للصوص ومبددي المال العام هو حاكم العراق السابق بول برايمر، الذي تغاضى عن حماية ثروة العراقيين وهدرها، ما شجع اللصوص الذين كانوا يتحينون الفرص للانقضاض على تلك الأموال، فيما وفر كذلك نظام المحاصصة الطائفية حماية لسراق المال العام، ناهيك عن مليارات الدولارات التي صرفت على الأمن والإعمار والبناء التي لم تجلب للعراقيين لا الأمن ولا الرخاء وأيضاً السعادة. إلى صحيفة القدس العربي ومقال الكاتبة هيفاء زنجنة بعنوان كيف تعامل بريطانيا طالبي اللجوء من البلدان التي حررتها، حيث تقول: تواصل الحكومة البريطانية سياستها الحالية من طالبي اللجوء وإصرارها على ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا المؤجل قضاياهم على مدى سنوات أحياناً، مع استمرار احتجازهم في ظروف وصفها المتحدث باسم منظمة العفو الدولية بأنها غير إنسانية بذريعة كونهم غير قانونيين، ما دفع الأسقف كريستوفر شيسن إلى التنديد بسياسة الحكومة اللا أخلاقية قائلاً إنه لا يوجد شيء في القانون يسمى طالب لجوء غير قانوني، بل فقط طالب لجوء. كان لقائي الثاني مع حاء، وهو طالب لجوء من مدينة البصرة جنوب العراق. التقيت به في مكان حددته المنظمة خارج السجن، إذ جرى توفير سكن مؤقت له ولابنه البالغ من العمر 10 سنوات بعد قضاء 2 تقريبا في السجن. كان تواصله الوحيد مع ابنه خلالها عبر مكالمة هاتفية تستغرق 20 دقيقة مرة كل أسبوعين بوجود مترجمة تنقل ما يدور بينهما. استغرقت رحلة حاء للهرب من العراق والوصول إلى بريطانيا طلباً للجوء 5 سنوات، ولا يزال يعيش حالة انتظار نسيجها الخوف والقلق والكآبة وعدم الاستقرار، إذ لا يعرف ما الذي سيجلبه الغد. عن حالة الانتظار هذه حدثني حاء أثناء اللقاء الأول وما تلاه من زوم وعدة مكالمات هاتفية، كيف أنه لم يخاطر بحياته وحياة ابنه اختياراً، بل كان مجبراً على مغادرة عائلته وعمله ومدينته وأصدقائه بعد أن اختطفت إحدى الميليشيات ابنه وهو في طريق عودته من المدرسة، كيف اضطر وعائلته لبيع كل ما لديهم لدفع 100,000 دولار للميليشيا لتطلق سراح ابنه، وكيف أنه لم يأت طلباً لمعونة اللاجئين الأسبوعية الهزيلة، وأنه يريد أن يعمل لكي ينهي حالة الانتظار المؤلمة ويستعيد حياته. حول اشتباكات أفغانستان وإيران كتب أحمد موفق زيدان مقالاً جاء فيه: الاشتباكات العنيفة لكن القصيرة التي وقعت يوم 27 من الشهر الحالي على الحدود بين إيران وأفغانستان، حيث اتهم الطرفان بعضهما بعضاً ببدئها، لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة على الرغم من تصريحات التهدئة التي حرص الجانبان على تأكيدها. هذه الاشتباكات لديها خلفية خلافية ونزاعية عميقة، ولعل الصراع بين الطرفين بدأ بشكل مباشر مع انهيار حكومة كابل المدعومة من تحالف دولي من 40 دولة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. يقول الكاتب: لا يخفى على أي متابع للشأن الأفغاني أن الخلطة الأفغانية التي حكمت أفغانستان طوال 2 عقدين كانت بمشاركة إيرانية أساسية على الأرض، تماما كما كان الحال في المشاركة الإيرانية في العراق بغطاء أمريكي وفي سوريا بغطاء روسي، مما ساعد على ترسيخ أقدامها في أفغانستان لـ2 عقدين من الزمن، فمكنت بذلك حلفائها من مفاصل الدولة لتستيقظ طهران فجأة عارية في أفغانستان بلا حلفاء وبلا غطاء أمريكي. وراء الأكمة أشياء غير المياه، وعلى رأسها دعم إيران جماعات المعارضة الأفغانية، فقد تحدثت مصادر أفغانية عن إقامة القائد أحمد شاه مسعود نجل القائد الأفغاني مسعود في إيران لـ1 شهر كامل، وقد تحول قبل أيام إلى طاجكستان بحسب المصادر الأفغانية. وتعمد إيران اليوم إلى تحريك خيوطها في أفغانستان،
إن كان عبر مقاومة مسعود أو عبر مقاومة أحزاب شيعية وأوزبكية للحكومة الأفغانية التي لا تروق لها، بحيث تمولها من خلال النفط الذي تعاني من عقوبات لتصديره، فتقوم بمنحهم النفط لتقوم هذه الفصائل المعارضة ببيعه في داخل أفغانستان، وبالتالي تمول نفسها بنفسها في حربها مع الحكومة الأفغانية، والتي تمثل حركة طالبان القوة الأساسية والرئيسية فيها. إيران تسعى إلى استغلال الفترة التي تحتاجها طالبان في ترسيخ استقرارها وترتيب صفوف أفغانستان بعد حرب دامت 20 عاماً، ويقف على رأس أولويات هذا الترتيب منع ظهور أي معارضة عسكرية مسلحة في المستقبل تهدد وجودها، وهنا ربما محز السكين في الخلاف بين الطرفين. قال صحيفة الفاينانشال تايمز في افتتاحيتها إن أزمة تضخم أسعار الغذاء أصبحت قصة عالمية لم تسلم منها الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، داعية الحكومات إلى الاستعداد للفترة المقبلة. اعتبرت الصحيفة أنه ربما لا يوجد متغير سياسي أكثر أهمية عبر التاريخ من سعر الغذاء، موضحة أنه لن ينظر الناس إلى أي حكومة سواء كانت ديمقراطية أو ديكتاتورية على أنها شرعية إذا كانوا غير قادرين على إطعام أسرهم. وأضافت أن من الأنباء غير السارة أنه في الوقت الذي تنخفض فيه أسعار الطاقة من ذروتها القصوى التي وصلت إليها في العام الماضي، يظل تضخم أسعار الغذاء في قسم كبير من العالم مرتفعاً. أظهرت بيانات صناعة التجزئة أن تضخم أسعار المواد الغذائية في المملكة المتحدة لا يزال عند ثالث أعلى مستوى له منذ الأزمة المالية عام 2008، مع المعدل السنوي الذي ترتفع به تكلفة البقالة عند المستوى المرتفع البالغ 17.2%. وأشارت The Financial Times إلى أن تضخم أسعار الغذاء قصة عالمية، فقد ارتفعت أسعار السلع الغذائية خلال الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا العام الماضي حتى في أفضل السيناريوهات، عندما تنخفض الأسعار قريباً لا ينبغي لنا أن نتوقع أن يكون هذا لمرة واحدة. وبما أن تغير المناخ يجلب المزيد من الطقس المتطرف، فإن تقلبات أسعار المواد الغذائية ستزداد حدة، ومن الأفضل للحكومات أن تستعد. بعض البلدان واجهت نسبة تضخم خيالية في هذا القطاع تتألف من 3 أرقام، مثل زيمبابوي وفنزويلا ولبنان، حيث بلغت تلك النسب 285% و158% و143% على التوالي. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم، غائبون لا صوت لهم. بلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا، حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة 20 سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم.
نشرت هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي صوراً عالية الدقة لحطام سفينة تايتانيك الشهيرة بتقنية التصوير ثلاثي الأبعاد وبدقة عالية. تتميز هذه الصور غير المسبوقة التي عرضتها البي بي سي بأنها عالية الدقة وتبرز فيها مجموعة من التفاصيل بينها الرقم التسلسلي على المروحة الدافعة وغرفة الاتصال وسطح السفينة. يعطي هذا المسح الرقمي بالحجم الطبيعي انطباعا بأن الحطام الذي يظهر في صورة ثلاثية الأبعاد قد رفع من أعماق المحيط. التحم سفينة الفضاء الصينية المأهولة شينشو 6 بنجاح مع مجموعة المحطة الفضائية حسبما ذكرت وكالة الفضاء المأهول الصينية. وأجرت سفينة الفضاء في التي أطلقت صباح الثلاثاء التقاء آليا سريعا ملتحمة مع المحطة الفضائية، كما التحمت بالمنفذ الشعاعي لوحدتها الأساسية. انطلقت سفينة الفضاء على متن صاروخ الحامل لونغ مارش 2F من مركز جيوتشي 1 لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين. وتعتبر شينشو 16 هي ثاني مهمة فضائية لبرنامج الفضاء الصيني المأهول هذا العام، وأول مهمة مأهولة بعد أن دخلت محطة الفضاء الصينية مرحلة التنفيذ والتطوير، وسيبقى الطاقم في المدار لمدة 5 أشهر تقريباً. الآن نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. منذ الإعلان عن قرب دخول قمر صناعي متقاعد إلى الغلاف الجوي وفقا لوكالة الفضاء الأمريكية، والعالم مشغول بمدى احتمال سقوط أو تصادم الأقمار الصناعية، فالمركبة الفضائية RHESSA أطلقت عام 2002 لاستكشاف الفيزياء الأساسية، وقد انتهت مهمتها عام 2018 بحسب معهد البحوث الفلكية. أما عن عديد النفايات الفضائية التي تطفو في المدار باستثناء الحطام الصغير الذي تتعذر مراقبته، فيبلغ 27,000 قطعة بحسب وكالة ناسا. إنها نفايات فضائية عبارة عن أقمار صناعية خرجت عن الخدمة وشظايا ناجمة عن الرحلات الفضائية وفقاً لبي بي سي. مدار أرضي مزدحم. عديد الأجسام العالقة في المدار حول الأرض تتصاعد بشكل عام، إلا أن مصدر القلق الأكبر يكمن بعودة مركبات فضائية معطلة لم يخطط لعودتها وفقاً لأستاذ هندسة الفضاء الدكتور هيو لويس. أما عن حجم المخلفات الفضائية فيبلغ نحو 500,000 كتلة، بعضها بحجم حافلة كمركبة إنفيسات التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية وفقاً لبي بي سي فيوتشر. ومنذ إطلاق القمر الصناعي سبوتنيك 1 عام 1975 ميلادي وحتى عام 2019 تم إطلاق ما مجموعه 8,378 قطعة في الفضاء، نصفها انتهى أجله وتحطم بحسب مكتب شؤون الفضاء الخارجي إينوسا. ندرة التصادم والسقوط. تطلق الأقمار الاصطناعية بقوة تتناسب مع الجاذبية الأرضية بما يبقيها في مدارها ويحول من دون سقوطها وفقاً لناشيونال جيوغرافي، فيما يستمر بعض الحطام المداري على ارتفاع 1000 كيلومتر بالدوران حول الأرض لألف سنة أو أكثر بحسب نيويورك بوست. إلا أنه ومع تزايد الأقمار أصبح من الضروري تكليف الذكاء الاصطناعي لتجنب حوادث الاصطدام وفقاً لوكالة ناسا. وبرغم أن تصادمها نادر الحدوث، إلا أن تصادماً وقع عام 2009 بين قمر اتصالات أمريكي بالقمر الصناعي الروسي كوزموس 2251 بعد خروجه عن الخدمة بحسب وكالة الفضاء الأمريكية. برأيكم ما هو خطر سقوط أجسام فضائية؟ نلقاكم بإذن الله.